حال. أتمنى أن يجدكم هذا المقطع إن شاء الله في أحسن حال. سنبدأ إن شاء الله درسنا من سلسلة الدروس عن بعد بحصة الرياضيات دعم وتقوية. أولا وقبل كل شيء سوف نقوم بطقوسنا الاعتيادية يا أحبتي. سوف أنا أكتب تاريخ اليوم. ماذا كان البارحة؟ البارحة نعم الثلاثاء، اليوم الأربعاء، وغدا إن شاء الله الخميس الثامن من شهر أبريل، هنا عند الرقم 8 سنة 2020. والآن سأقوم بتحديد التاريخ على اللوح نيابة عنكم يا أحبتي. قلنا هنا عندي أيام الأسبوع: اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة، السبت والأحد. نعم، أربعاء، ثمانية، شهر أبريل، وهذه هي شهور السنة الميلادية، شهر أبريل. بالنسبة لحالة الطقس فكما ترون هنا عندي الجو مشمس مع القليل من الغيوم. أما بالنسبة لفصول السنة فنحن الآن في فصل الربيع، وهو من الفصول، من أحد الفصول أربعة: فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، ثم فصل الصيف. وقبل كل شيء يا أطفال لا تنسوا قراءة آية الكرسي وأذكار الصباح. الآن سنعود إلى حصتنا لنتذكر الأعداد من واحد إلى ستة. وأولا سوف نتذكرها، سنمثلها بالأصابع يا أطفال. العدد واحد، العدد واحد، هذا هو العدد واحد. اثنان، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هاقد مثلت الأعداد بالأصابع، أتمنى أن تمثلوها أنتم أيضا. وسأقوم الآن بكتابتها هنا. انظروا كيف أكتب هذه الأعداد يا أحبتي. بالنسبة للرقم واحد نرسم خط عمودي ثم خط مائل جهة اليسار ثم خط أفقي، هذا هو رقم واحد، هكذا يكتب. بالنسبة لرقم اثنان دائرة خط مائل ثم خط أفقي، رقم ثلاثة أرسم نصف دائرة جهة اليمين ثم نصف دائرة أخرى جهة اليمين أيضا. انظروا سوف أكتب الآن رقم أربعة، سوف أكتب خط مائل ثم خط أفقي ثم خط عمودي. بالنسبة لرقم خمسة سوف أرسم خط أفقي، خط عمودي، نصف دائرة، ستة، نصف دائرة، ثم سأرسم نصف دائرة أخرى لأحصل على الرقم ستة. هكذا كتبت يا أطفال هذه الأرقام. إذن سأمثلها، سأصلها بهذه المجموعات. بالنسبة لهذه المجموعة انظروا هنا يا أحبتي، لدي هنا تفاحتان، إذن العدد اثنان، سأصلها بالعدد اثنان. عندي هنا مربع، نعم سأصله بالعدد واحد. عندي هنا جزرات في هذه المجموعة، سوف أعد عدد الجزرات: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذا سأصلها بعدد أربعة. سأحسب هنا عدد المثلثات: واحد، اثنان، ثلاثة. سأصلها بعدد ثلاثة. وعندي هنا نقاط،
حمراء سوف أعدها 1 2 3 4 5 سأصلها بالعدد 5 وعندي هنا دوائر 1 2 3 4 5 6 سأصلها بعدد 6 ها قد أنهيت هذا التمرين يا أحبتي انظروا إلى هذه المجموعة التي تتضمن مجموعة من الأشكال التي تتواجد في تتواجد في القرية مثلا هنا هذا محراث مثلا هذا خنزير سوف نعدها معا مثلا هذا الخنزير 1 2 انظروا أيضا إلى هذه الأشكال سوف نعدها عندي 2 فقط من كل شكل إذن يا أحبتي الصغار ما قد أنهيت حصتي أتمنى أن تنجزوا هذا الواجب إن شاء الله في بيوتكم وسأراه على